النهارده بجد بقدم لك فرصة عمرك، منحة في مجال من الثلاث مجالات اللي هقول لك عليهم في الفيديو ده، والمجالات دي مطلوبة جدا في سوق العمل، والمنحة دي ثمنها غالي جدا لكن هي اليومين دول مجانية بالكامل. ومش بس هتتعلم المجال ده، ده انت كمان هتتعلم في المنحة دي ازاي تعمل سي في، وازاي تتقبل في اي انترفيو، وازاي كمان تتقبل في اي شركة. فما تعديش الفيديو وكمله لاخره، لان بجد ممكن دي الفرصة اللي انت تكون مستنيها. وعشان انا عارف ان اغلب المتابعين بتوعي في سن الشباب، المنحة دي مقدمة من وزارة الاتصالات بالتعاون مع منصة يوداستي، اكبر منصة تعليمية في العالم. مش محتاج يبقى عندك خبرة ولا متخرج من جامعة فلانية ولا اي حاجة، يكفي بس ان انت تطلع من المنحة دي وتقدر تشتغل في اي موقع فريلانسر وكمان تنجح فيه. للي ما يعرفنيش منكم، انا احمد خضر وانت بتتفرج على قناة ايجي فوكس تكنولوجي، القناة المهتمة باي حاجة في مجال التكنولوجيا، وبنحاول نساعد الناس على قد ما تقدر. فكمان انت ادعمنا بلايك وكمل معانا الفيديو للاخر، ولو مش مشترك في القناة اعمل لنا اشتراك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. في كل فترة من الفترات وزارة الاتصالات بتعمل تعاون مع منصة من المنصات، وفي الفترة الحالية دي في تعاون خاص مع منصة يوداستي على انها تقدم منحة مجانية للمصريين في مجال من الثلاث مجالات اللي هتكلم عنهم. المجال الاول هو الويب ديفلوبمنت، اللي هو تطوير المواقع. يعني ايه تطوير المواقع؟ يعني انت اول ما بتدخل على اي موقع بتلاقي الموقع ليه شكل معين، بتلاقي ليه تفاصيل معينة، انت هتتعلم كل ده في المنحة دي. المجال الثاني وهو الديجيتال ماركتنج، وطبعا انتوا عارفين حاليا ان كل حاجة دلوقتي بقت تسويق الكتروني، اعلانات فيسبوك، اعلانات جوجل. يعني من الاخر كده، لو انت عايز تشتغل على الانترنت، وانا عارف ان اغلب المتابعين بتوع من الفريلانسرز واللي بيشتغلوا على النت، طبعا المجال ده هيبقى مميز جدا ليك عشان تعرف تعمل اعلانات جوجل صح وفيسبوك صح، وتستهدف ناس يشتروا منتجاتك بشكل صحيح. المجال الثالث وهو الداتا اناليسيس، وده طبعا ليه ناسه. الداتا اناليسيس من اهم المجالات واللي عمرها ما بتقدم، تلاقي في اي مكان واحد دايما بيحلل البيانات. وكل الذكاء الاصطناعي حاليا في الفيسبوك او الجوجل او اي منصه زي الانستجرام او التيك توك او كده معتمد على تحليل البيانات، وهقول لكم كل ده بالتفصيل. وكل منحه من الثلاث منح دي متقسمه لثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي التشالنجر، ومدتها 7 أسابيع، 5 أسابيع تعليم وأسبوعين امتحان. المرحلة الثانية وهي مرحلة البروفيشنال، ودي بتاخد 2 شهر. والمرحلة الثالثة وهي الأدفانسد، وهي 3 شهور. ولازم تراعي جدا إن المنحة دي غالية جدا، فلازم لو هتختار مجال منهم لازم تركز فيه. وأنت عارف كمان إن في المنحة دي أنت هتمتحن امتحانات ولازم تخلصها قبل ميعادها، لأن لو ميعاد من الثلاث مواعيد اللي أنا قلتهم لك دلوقتي فوتهم مش هتقدر تكمل المنحة، وهتضطر ان انت تسجل في منحة تانية. نبتدي باول مجال وهو الويب ديفلوبمنت او تطوير المواقع. ايه اللي هتتعلمه في المرحلة الاولى؟ بتتعلم HTML، يعني من الاخر الشكل الاولي للموقع، وهتتعلم WordPress وCSS. في المستوى التاني بتتعلم جافا وAPI. اما في المستوى التالت وهتتعلم اهم حاجة وهي الباك اند، اللي هي الاوامر الداخلية لاي موقع. انت اول ما بتدخل اي موقع بتلاقي شكل، وده الفرونت اند، وده اللي انت هتتعلمه في الاول. اما الباك اند اللي هي الاوامر الداخليه. وفي وسط كل ليفل من الليفلات دي هيبقى فيه امتحانات هتمتحنها ولازم تخلصها في ميعادها، وبرده في نفس الوقت زي ما قلت لكم هتتعلم ازاي تتقبل في اي انترفيو، ازاي تتقبل في اي شركه، وبرده هيستعرض معاك ازاي تشتغل على اي منصه من المنصات العالميه اللي هي بتاعه الفريلانسرز. اما بالنسبه للديجيتال ماركتنج، وانا عارف ان اغلب المتابعين هيهتموا بالمجال ده بالتحديد، في المستوى الاول هتتعلم الاساسيات بتاعه الديجيتال ماركت. في المستوى الثاني والحاجة المهمة جدا، ان انت هتتعلم ازاي تعمل اعلان ممول على المنصات الكبيرة بشكل صحيح، وتستهدف الناس اللي يدخلوا على الاعلان وفعلا يعملوا نقرات. اما في المستوى الثالث وطبعا المجال اللي كلكم بتسألوا عنه، هتتعلم السيو، اللي هو تحسين محركات البحث اللي كلنا بنعتمد عليه في اليوتيوب والجوجل وكل حاجة. وتتعلم كمان الجوجل اناليتكس والايميل ماركتنج. انتوا عارفين ان عند الاجانب لسه معتمدين على الايميلات،
اللي هو يقدر يعمل اعلانات عن طريق الايميل، واكيد كلكم بيجيلكوا اعلانات على الايميل ودي طريقه فعاله جدا. اما بالنسبه للداتا اناليسيس، فالداتا اناليسيس دي ما تستهينوش بيها، دي يمكن اهم مجال من الثلاث مجالات، لان تقريبا كل المنصات الكبيره معتمده على الداتا اناليسيس. انتوا عارفين كده في اي شركه بيبقى فيه واحد هو المهتم بتحليل البيانات، والراجل ده تقريبا بيقبض اكبر مرتب. تحليل حتى اما انتوا بتدخلوا على الفيسبوك او الانستجرام وتدخل على بوست معين ويعجبك وتتفرج عليه، بعدها بكام يوم بتلاقي بوستات شبيهه ليه، هو ده تحليل البيانات. طبعا ده بيدمج اشخاص مع ذكاء اصطناعي. تحليل البيانات تقريبا بقى في كل حاجه. على فكره تحليل البيانات بقى شكل اساسي معتمد في الاعلانات المموله، لان انت ما بتعمل اعلان ممول، المنصه اللي انت بتعمل عليها اعلان بتقترح عليك افضل نتائج، وبرده بتعتمد على تحليل البيانات. في المستوى الاول هتتعلم ازاي تحلل البيانات تبعا للظروف الاقتصاديه او الظروف في المكان في فصل معين، تزيد مبيعات الحاجه دي. في المستوى الثاني هتتعلم البايثون، وهو ازاي تدمج البايثون مع تحليل البيانات. اما في المستوى الثالث وهو هتعمل التجربه العمليه، وبرده زي ما قلت لكم في كل اللي فات هتعمل امتحانات ولازم تخلصها قبل موعدها. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، انت مش محتاج اي شروط، يكفي ان انت تكون مصري، معاك بطاقه رقم قومي ساريه، عمرك من 18 ل 35 سنه، وبيقولوا برضو لازم يبقى فيه شويه اجاده للغه الانجليزيه، لكن انا بقول لكم انت ممكن تستعمل جوجل ترانسليت لو وقفت في اي حاجه، مش محتاج تبقى خريج او معاك خبره معين، يكفي بس الشروط اللي انا قلتها، لان اصلا المنحه دي هتطلعك فريلانسر شغال كويس، فمش لازم تبقى مثلا متخرج من جامعه معينه، كله بيتقبل. اهم حاجه ان انت يبقى عندك اراده ان انت تخلص الكورس ده بشكل صحيح. ونسيت اقول لكم ان انت في النهايه بتاخد شهاده معتمده من منصه يوداستي، الشهاده دي هتفيدك جدا لو انت عايز تعمل بروفايل او سي في ان انت قدمت على الكورس ده، غير ان انت كمان في اي كورس تاني انت بتقدم عليه هو مش بيعلمك التجربه العمليه، لكن في الكورس ده هتتعلم التجربه العمليه. حقيقي دي فرصه العمر بالنسبه لك اللي ممكن ما تلاقيهاش تاني. ان شاء الله هشرح لكم بالتفصيل في فيديو جاني ازاي تقدم بالظبط في الكورس ده بشكل صحيح وازاي تكتب بياناتك، هتلاقوا اسفل الفيديو لينك التقديم على الكورس. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.